دي مش محاضرة أكاديمية، يعني مش محاضرة تفسيرية كالمعتاد اللي احنا بنقدمها هنا. أنا بس هحاول أحط شوية مفاتيح، أنور شوية مناطق في النص اللي احنا قريناه ممكن تساعدنا في استكشاف معاني معينة تفرق معانا في تعاملنا مع الكتاب المقدس وتعاملنا مع كلام المسيح وتعاملنا الروحي مع المفاهيم الروحية كلها. اتفقنا؟ أول حاجة لما وقفت قدام النص دوت، طبعا النص لازم يتقري في سياق يوحنا 6 كله، لأن في يوحنا 6 في البداية بيتكلم عن معجزة إشباع الجموع، وبعد كده قعدوا يدوروا على المسيح وفي جملة غامضة جدا إن هو ملقهوش، وفجأة لقوا الناحية التانية. ودي عادة مش بنتكلم عنها كمعجزة، يعني لو فكرت فيها اللحظة دي معجزة. وحتى يعني كتير من المفسرين يقولوا ليه المسيحيين مش بيتوقفوا عن ده؟ ليه المفسرين مش بيتوقفوا عن ده؟ المسيح كان في منطقة وفجأة ظهر في حتة تانية خالص. فهي معجزة، بس من كتر معجزات العهد الجديد يبدو ان احنا تشبعنا بالمعجزات، فخلاص المعجزات العارضة دي مش هنقف عندها. بس المهم ان المسيح قدم شبع للجموع بشكل معين. خلوا بالكم برضو، يوحنا 6 بيتكلم عن خبز الحياة، يوحنا 7 بيتكلم عن الماء الحي. احنا عكسنا شوية الترتيب بتاع اليوم. يوحنا 3 كان بيتكلم مع نيقوديموس، صح؟ هتلاقوا في سيكونس كده برضو موجود في العهد القديم، خروج 15 و16 و17، وهنخش في التفاصيل شوية أو هنشاور على التفاصيل شوية وإحنا ماشيين. بس وانتوا بتقروا إنجيل يوحنا حطوا في ذهنكم إن يوحنا وكأنه عايش في البرية الأولى، برية التيه الأولى، واللي بيحصل والانتكاسات بتاعة شعب الله اللي بتحصل والرؤى والأمجاد اللي بتحصل بيعيد قراءتها وتفسيرها بحدث المسيح. المسيح لو اتحط في المركز، وهنقرأ رواية التكوين أو رواية الخروج مرة تانية، الرواية اللي هو الطلعة الأولى، كانوا لسه طالعين في خروج 15 بيهتفوا وبيغنوا الأنشودة العظيمة جدا، خروج 16 بيتذمروا عشان عايزين من، جاب لهم من، خروج 17 بيتذمروا عشان عايزين مية، جاب لهم مية، يوحنا 6 بيتكلم عن خبز الحياة، يوحنا 7 بيتكلم عن المية. دي مش صدف في الكتاب المقدس، يعني الكتاب المقدس مش مساحة لإنتاج الصدف بالصدفة إن هو اتكلم عن الخبز والمياه زي ما بالصدفة اتكلم عنهم في الخروج، لا. كتاب العهد الجديد بالروح القدس كانوا بيحاولوا ينقلوا الحقيقة الخلاصية من عالم العهد القديم إلى عالم جديد خالص بمفردات قريبة، عشان يكشفوا إن النسيج والخيط واحد وامتداد واحد مش منفصل. أوكي؟ خلينا نبص على أسئلة اليهود للمسيح وبعد كده نعلق ونشوف المسيح كان بيتعامل زي. أول سؤال قالوا له إيه؟ يا معلم متى صرت هنا؟ مش إزاي؟ هي المعجزة كانت إزاي؟ بس أنت جيت إمتى؟ وبعض المفسرين بيقولوا الكلمة المستخدمة هي في المساحة ما بين متى صرت هنا ومنذ متى صرت هنا، يعني قضية أنت بس بالك قد إيه هنا. مش ده السؤال الأولاني. تاني، ماذا نفعل حتى نعمل أعمال الله؟ كويس، أسئلة إيجابية، أسئلة إحنا عايزين نفهم حاجة. السؤال الثالث بقى، دخلنا في منطقة، أي آية تصنع لنرى ونؤمن بك؟ هنا السؤال بدأ ينتقل من المنطقة الاستفهامية إلى حتة لا، إحنا عايزين بروف، عايزين دليل قوي بمقياسنا إحنا، برغبتنا إحنا، بالمستقبلات بتاعتنا إحنا في استقبال نوع معين من الأدلة. أية تصنع لنرى ونؤمن بك، ماذا تعمل؟ وبعد كده بيحصروه، خلي بالك اوعى تعمل أي حاجة برة المنطقة دي. آباؤنا أكلوا المن في البرية كما هو مكتوب أنه أعطاهم خبزا من السماء ليأكلوا. وبعد كده في نص الأسئلة، في نص السكيم بتاع الأسئلة، بيطلعوا بتصريح يا سيد أعطنا في كل حين هذا الخبز. لحد هنا نعتقد أن الكيرف شكله إيه؟ طالع، يعني كانوا عندهم أسئلة استفهامية، بعد كده كان في تحدي معين، وبعد كده التحدي دوت المسيح جاوب عليه، وفي الآخر إحنا عايزين الخبز ده. هتلاقوا بعد كده الكيرف بيحصل له إيه؟ بينزل مرة تانية. فكان اليهود يتذمرون عليه لأنه قال أنا هو الخبز الذي نزل من السماء، وقالوا أليس هو يسوع
ابن يوسف الذي نحن عارفون بأبيه وأمه كيف يقول هذا إني نزلت من السماء؟ أليس هو وكيف يقول هذا؟ اللغة اتغيرت خالص، السؤال اختلف خالص، بقى سؤال تشكيكي بامتياز. وبعد كده الأول كانوا متذمرين، بعد كده وصلوا خاصم اليهود بعضهم بعضا، والكلمة تعني صراع واشتباك، يصل إلى حد الاشتباك بالأيدي، يصل إلى حد، لكن ما كانش فيه اشتباك بالأيدي. عارفين بقى اتنين لما يتخانقوا كده وكل واحد يعمل كده بس ما يضربوش بعض، بس يعني انفعلوا انفعال يحصل فيه شبه احتكاك. خاصم اليهود بعضهم بعضا قائلين كيف يقدر هذا أن يعطينا جسده لنأكل؟ خدتوا بالكوا في الأول يا معلم، بعد كده هذا، خدين بالكوا برضو الكيرف متحرك إزاي. أنا شايف الأسئلة دي ده سكيم لطريقة تفكيرنا وتعاملاتنا إحنا مع الله. أحيانا بنبدأ في الحياة الروحية بتساؤل، يا معلم يا رب يا عظيم يا أيها الشافي أيها الطبيب أيها نحط بقى كل المفردات اللي بتعبر عن خبرتنا الروحية اللي إحنا دقنا فيها حاجة وفرحانين بيها وحاسين إن هي ستبقى معنا إلى الأبد. بعد شوية طب إحنا نعمل إيه بقى؟ السؤال بتاع إحنا نعمل إيه؟ سؤال مشروع جدا، بس غالبا الإجابات ما بتعجبناش، والإجابات الممتدة من إجابة المسيح مش هتعجبنا، لأن إحنا عايزين بروجرامينج لأعمال معينة، وكأن التصنيف العلاقاتي ما بيني وبين الله يمكن أن أتعامل معه كتعاملي مع الأشياء. الأشياء أقدر أقول اعمل 1 2 3 4، ما تعملش 1 2 3 4، امشي بالسيكونس ده هتنجح، امشي بالسيكونس ده هتفشل. العلاقات ما فيهاش كده. لسه كنت بتكلم مع حد قلت له انت خاطب ولا متجوز؟ قال لي ولا خاطب ولا متجوز. قلت له طب تخيل معايا ان انت خاطب او متجوز. قال لي اوكي. قلت له طيب وانت خاطب هتحط كده لسته فيها ازاي كلها؟ انا الصبحيه هقول لخطيبتي صباح الخير، وبالليل هقول لها مساء الخير، وفي نص اليوم كيف حالك، واليوم الثالث في الشهر هجيب لها ورد، واليوم ال15 هاخدها نتفسح. تفتكر ان المانيوال ديت تضمن نجاح العلاقه؟ هو ضحك. قلت له السماء بتضحك علينا لما احنا بنقول نريد ان ننجح علاقتنا بالله بمانيوال شبه المانيوال اللي انت ضحكت عليه في العلاقات البشريه. التصنيف المعرفي بتاع العلاقات بيستلزم سؤال مختلف واجابه مختلفه ورحله تفاعليه، ما فيهاش حته تعمل الحاجه 1 2 3 اذا النجاح مضمون. قلبك فين؟ انت ممكن ما تقولش صباح الخير لكن قلبك مع الاخر، لكن ممكن تقول صباح الخير بفيلم بتاع المدارس صباح الخير كده اللي هي بتاعت وانت قرفان ومشتاق ومش عارف يعني ايه صباح، ولا هو مش خير كمان بالنسبه لك يعني، في قلبك مش هنا. فاول حاجه بس الاسئله كاشفه لرحلتنا الروحيه، وادعوكوا برضو بعد ما نخلص اليوم اقعدوا كده مع الاسئله وشوفوا هل رحلتنا المعرفيه بتتحرك في التساؤل بالايقاع ده، وبنصل في النهايه للنتائج المرعبة دي. كيف يقدر هذا الإله المدعو إله يعني المشككة بشكل صعب جدا. خلينا بقى نخش شوية، وحطيت قدامكم إيه النص بآياته بألوان كده عشان خاطر اللي بيحب الألوان، بس الألوان دي مش الشياكة، لا الألوان هتلاقوا كل مفهوم مرتبط بلون معين. طبعا مش هنقدر نخلص ولا 1/10 من النص، بس على الاقل وانتوا بتقروا كده تحسوا ان في حاجات مرتبطه ببعضها البعض. السؤال الاولاني كان يا معلم متى صرت هنا؟ اجابه المسيح الواضحه الصريحه المباشره، الحق الحق اقول لكم انتم تطلبونني ليس لانكم رايتم ايات بل لانكم اكلتم من الخبز وشبعتم، اعملوا لا للطعام البائد بل للطعام الباقي للحياه الابديه الذي يعطيكم ابن الانسان، لان هذا الله الآب قد ختمه. ألف به لما نسأل بمتى، الإجابة بوقت صح؟ انسوا بقى القوانين دي خالص مع المسيح. هسأله متى هيجاوبني إجابة تانية خالص، إجابة مختلفة خالص تصل إلى حد الاستفزاز. هو أنت مش فاهمني؟ لا أنت مش فاهم أنت بتطلب إيه، أنت مش فاهم سؤالك، أنت مش فاهم الجوهري، الشيء الجوهري الشيء الأصيل النواة اللي تبني عليها السؤال. والسؤال انت بتسأل لمجرد السؤال، وبتسأل لمجرد ان انت تمشي في نفس المسار او السكة بتاعت انتاج الوهم اللي انت عايز تنتجه. انا وده بالضبط هتلاقوا برضو يوحنا الوحيد اللي دونه في الكلام عن نيقوديموس والكلام مع السامري،
تلاقوا نفس السؤال في حتة وإجابة في منطقة تانية خالص. يا جماعة المسيح بيجاوب على السؤال اللي احنا مش بننطقه. السؤال اللي بننطقه محتاج ينضف ويتغربل ويتصنفر ويعالج ويعد تشكيله وتلوينه علشان يصلح كسؤال يقدم لله. هو مش بيقول لهم ما تسألوش اسكتوا برقة في الحقيقة، لكن هو بيعمل ايه؟ انا هقول الاجابة وهاخدك في سكة نبنيها من الإجابة دي. مسيح قال إيه؟ الحق أقول لكم أنتم تطلبونني ليس لأنكم رأيتم آيات بل لأنكم أكلتم من الخبز وشبعتم. في الحقيقة النهاردة اللي بيتقال لو واحد طالب الآيات يبقى مش طالب الله. احنا كمان هنتجاوز الآيات، مش عايزين الآيات، عايزين الله في ذاته، مش كده؟ وهذه إجابة صحيحة. أمال إيه كلام المسيح بيقوله ده؟ خلوا بالكم كلمة آية في اليوناني هي سيمية. سيمية يعني علامة، كلمة آية يعني علامة. المفروض العلامة دورها إيه؟ تشاور. لو العلامة ما بقتش بتشاور تبقى علامة؟ تخيلوا واحد لقى سهم بيتحرك للشمال، كويس؟ فلقى السهم ده وماشي بالعربية، راح ركن العربية وقف تحت السهم وقعد ياخد سيلفي مع السهم وينده أصحابه ويقعدوا تحت السهم. الآية تحولت لإيه؟ ختام. هي في الآخر هي كل حاجة. احنا بنعمل كده، احنا بنعمل من الآيات من العلامات مواطن أراضي وبنبني فيها عالم كامل. ما دي الآية بتاعت انت كمان هتنكر ان دي الآية المسيح؟ بس الآية دورها انها تكون علامة تكشف حاجة، وده المسيح بيعمله في النص ده. أنتم تطلبونني ليس لأنكم، وتطلبونني يعني تسعون خلفي تبحثون عني، ليس لأنكم رأيتم آيات بل لأنكم أكلتم من الخبز وشبعتم. يعني أنتوا ما بصتوش على الآية العلامة، لكن أنتوا جايين عشان خاطر حصل فولفيلمنت كده للمعدة زي الأكل الحلو اللي بره كده أكلنا فريلاكس بقى، يعني أكلنا ونسمع كلمتين حلوين، في أجمل من كده؟ دي الأبدية، ناكل نسمع كلام حلو والمسيح مريح. بل أنكم أكلتم من الخبز وشبعتم. وبعد كده بقى بينقلهم نقلة تانية، اعملوا واعملوا دي ترد على أنتم تطلبونني، يعني اشتغلوا على تحركوا في الاتجاه بتاع الطعام، لا الطعام البائد بل الطعام الباقي الحال الأبدي الذي يعطيه ابن الإنسان، لأن هذا الله الآب قد ختمه. ختمه يعني الختم، يعني الرضا القبول، يعني هذا مقبول من الله الآب. طيب السؤال الثاني هو مسكوا الخيط، يعني المسيح رمى الهوك كده، رمى الصنارة وقال لهم اعملوا. طب سألوه ماذا نفعل حتى نعمل أعمال الله؟ مش انت بتقول لنا اعملوا؟ طب احنا عايزين نعمل ايه؟ إجابة برضو غريبة جدا. أنا أول مرة أنتبه للإجابة دي والبعد اللي أحكي لكم عنه هو الأسبوع اللي فات. المسيح بيقول هذا هو عمل الله أن تؤمنوا بالذي أرسله. أوكي؟ طول عمرنا فاهمين أن العمل هو شيء بالإيدين والرجلين والعرق والحركة، صح؟ أول مرة نفهم أن الإيمان عمل. احنا دائما حتى بنقول الإيمان والأعمال. هنا النص لما بيسألوه ماذا نفعل نعمل إيه؟ لهم عايزين تعملوا أمنوا. هو الإيمان عمل؟ الإيمان عمل. بمعنى ايه بقى الايمان عمل؟ مش الايمان هو ان انا اصدق ذهنيا حقيقه، مش ده الايمان الكتابي على فكره. الايمان الكتابي يعني طبعا ده مش مجال الكلام عنه، بس هشاور مشاوره بسيطه جدا، يعني ان كل حياتي تكون مبنيه في كل تفصيله على القناعه اللي انا مقتنع بيها، فكل خطوه وكل تصرف وكل فعل هو فعل ايمان لانه مبني على قناعه ما. وإمتى ما يكونش عندي إيمان بالمعنى ده؟ لما تصرف تصرفات لا تعبر عن الإيمان، عن القناعة اللي عندي. طول ما في هارموني ما بين أو تناغم ما بين القناعة اللي عندي وما بين التصرف اللي بعمله، أنا في دايرة الإيمان. الإيمان فاعل، الإيمان العامل. لكن لو طلعت بره الهارموني ده بقى الإيمان في منطقة التصديق والأعمال في منطقة تانية، ده تكريس الفصام. المسيحية ما فيهاش الفصامات دي، هي بتعامل مع كينونة إنسانية متكاملة.
ما فيهاش مناطق كده انا دلوقتي وقت الايمان ودلوقتي وقت الاعمال ودلوقتي وقت الخلوه ودلوقتي وقت الخدمه، ما فيش الكلام ده. دلوقتي وقت حضور الله فلنستدعي حضور الله، ودلوقتي يعني نطرد حضور الله يعني بعد شويه يعني لما نتكلم خلاص مش هيبقى في حضور الله. ما فيش الخطوط الفاصله الحاده اللي احنا بنخلقها في ذهننا، وكان الانسان هو مشروع جزر منعزله كل جزيره بيحصل لها شبع خاص بيها منفصله، انا هشبع عقلي هشبع قلبي هشبع روحي، وكل ما ينتج من ده بقى من تصورات ان دوت بيشبع الروح وده بيشبع العقل وده بيشبع الجسد وده بيشبع. المسيحيه مش كده، لان يعني بتعامل مع انسان كامل، الفكره بتاثر على الحياه والحياه بتاثر على الفكره والفكره والحياه بياثروا على السلوك والسلوك بياثر على الاختيار والاختيار بياثر على الاخر. باكج، ازاي افصلهم؟ هذا هو عمل الله ان تؤمنوا بالذي ارسله. وبعد كده قالوا له اي ايه تصنع حتى لنرى ونؤمن بك؟ ماذا تعمل؟ آباؤنا أكلوا المن في البرية كما هو مكتوب أنه أعطاهم خبزا من السماء ليأكلوا. إحنا سألنا السؤال ده من شوية، إيه الإجابة بتاعت المسيح؟ الحق الحق أقول لكم ليس موسى أعطكم الخبز من السماء، بل أبي الذي يعطيكم الخبز الحقيقي من السماء، لأن خبز الله هو النازل من السماء الواهب حياة للعالم. طبعا إحنا القديس بولس نور لنا ونورنا لما قال لنا عايز تفهم اليهود؟ دول الناس اللي عايزين آية، لأن اليهود يسألون آية واليونانيين حكمة، صح؟ وهم نفسهم في يوحنا 2 المسيح لما طرد الباعة بتوع الحمام الهيكل آية آية تصنع حتى نؤمن بك، اثبت لنا بآية حاجة معينة، دول بتوع الآية. والآية عندهم في مانيوال، المانيوال ده هو مانيوال بتاع الرابين والحكمات، أن المسيح لما يجي هيعمل الجدول ده كما هو لا يقبل التأويل ولا يقبل التفسير. وده اللي المسيح تحدى مع التلاميذ مرة لما قالوا له على فكرة مش المفروض إليه يجي أولا؟ المسيح ما قال لهم شيء، لا هو ما جاش، قال لهم إليه جه. فمين إليه؟ يوحنا المعمدان. هو بيفسر النبوة بتاعت ملاخي على يوحنا المعمدان، يعني المسيح كان بيؤول النصوص، بيقول يا جماعة النصوص ما تتخدش حرفية، إليه مش هينزل بشحمه ولحمه، روح إلي اللي موجودة في يوحنا المعمدان أهي، بصوا شوفوا افهموا إحنا عايزين بقى إيه إلي. وحتى واقف عند نفس اللحظة اللي هو اختطف فيها، ما ولا كبر ولا صغر ولا مش عارف يثبته زي إنه هو إلي، يعني برضو ما فيش دي إن إيه ساعتها، لو قال أنا إلي هم نفسهم كانوا يرفضوه يعني، بس ده مش موضوعنا. فالمسيح بدأ يقول أو هم اتكلموا عن عايزين آية اللي هي المن. ليه بقى عايزين آية اللي هي المن؟ جيب نص كده، خلينا أول نبص على المن بسرعة. المن ده اتذكر في خروج 16 واتذكر في عدد 11 النص بتاع المن، هنقراه دلوقت. كلمة من نفسها تستغربوا أن أول ما نزل هذا الرقاق الخفيف جدا دوت العامل زي الندى الأبيض على الأرض، قالوا إيه؟ قالوا من هو يعني ما هذا، من هو ايه ده؟ فمن هو بقت من. فهي الفكره ان كلمه من جايه من السؤال، اللي مش فاهمينه ده حاجه نازله من السماء وبتتعمل دقيق، وحتى يقولوا طعم القطايف، شعب كل يوم بياكل قطايف ومش عاجبهم. في المدراش اللي هو احد الكتب التقليديه اليهوديه المالوفه والمعروفه اللي فيكم يعرف التقليد اليهودي، مكتوب كده: الفادي الاخير من شانه ان يجعل المن ينزل بنفس الطريقه التي تسبب بها موسى الفادي الاول او المخلص الاول في تساقط الخبز من السماء. فدي علامه هم مستنيينها، احنا حافظين هتنزل من هنامن بيك. طب ما انا لسه ماكل 5000 واحد من 5 خبز وسمكتين، بس مش من. نقرا في خروج 16 كده عن المن: ولما ارتفع سقيط الندى اذا على وجه البريه شيء دقيق مثل قشور دقيق كالجليد على الارض. فلما راى بنو اسرائيل قالوا بعضهم لبعض: من هو؟ لانهم لم يعرفوا ما هو. فقال لهم موسى: هو الخبز الذي اعطاكم الرب لتاكلوا.
هو الخبز الذي أعطاكم الرب لتأكله. هذا هو الشيء الذي أمر به الرب، التقطوا منه كل واحد على حسب أكله عمرا للرأس على عدد نفوسكم أو نفوسكم، تأخذون كل واحد للذين في خيمته. بسرعة كده العمر ده عشان تفهموا يعني كل واحد واخد قد إيه. شايفين العمر ده؟ كلمة دي السهم بتاعها في المقياس ده، كل واحد بياخد المقياس دوت من المن اللي هو عشر الإيفة، بيسموه عشر الإيفة ده، بس عشان يقرب الصورة. كل واحد فيهم يعني كمية كويسة، مش يعني مش مجوعهم يعني. الله. وهنلاقي برضو في عدد 16، وأما المن فكان كبذر الكزبرة ومنظره كمنظر المقلي. في طبعا نصوص كتيرة، بس عايز أنقلكوا الكم نص تاني بسرعة علشان ناخد الفكرة بتاعت المن والكلمات اللي المسيح استخدمها، هي فكرة خبز من السماء. في نحمية 9 بيكلم الله، بيقول أعطيتهم خبزا من السماء لجوعهم، أخرجت لهم ماء من الصخرة لعطشهم، وقلت لهم أن يدخلوا ويرثوا الأرض التي رفعت يدك أن تعطيهم إياها. وفي مزمور 78، فأمر السحاب من فوق وفتح مصاريع السماوات وأمطر عليهم منا للأكل وبروا، أو وبر السماء، كلمة دي مش وبر، وبروا. أنا متغاظ من مترجم. وبروا ديت كلمة قديمة جدا تعني حنطة. دقيق يعني. طب ما تكتب حنطة. قعدت أدور عليه وجبت قميص قديمة عشان أعرف الكلمة العربية يعني. وبروا السماء أعطاهم. أكل الإنسان خبز الملائكة. وفي بعض الترجمات الملائكة بيترجموها أقوياء. أرسى عليهم زادا للشبع. سألوا فأتاهم بالسلوى وخبز السماء أشبعهم. ودي بالكوا كل خبز السماء، خبز السماء، الخبز النازل من السماء. وده اللي المسيح كان بيتكلم عنه في يوحنا 6. كل أكتر كلمة تكررت في النص ده هي نازل من السماء مش الخبز. هو عايز يعمل تأكيد وبيحط 10 خطوط على ده نازل من السماء مش بس خبز. وكأنه ارجع بس معايا للحظة كده، هو إيه اللي حصل في السقوط؟ في الاختيار؟ اللي حضر معانا محاضرات قبل كده يعرف احنا دايما بنتكلم على الشجرتين والاختيارين. اختيار ابدا بالمعرفه في امل ان نصل الى حياه مستقله عن الله، او ابدا بالحياه لكي ما اعرف. كويس. فاختار انا اعرف بنفسي. الانسان اختار انا اعرف بنفسي. نتيجه ده ايه؟ بعرك وجهك تاكل خبزك، الخبز مذكور صح، والارض اتلعنت، فالارض مش مطلعه حاجه كويسة. فلما بيبتدي يقول أو يشاور على حاجة نازلة من السماء، وكأنه بيعمل إعادة إنتاج للحظة الأولى، تعالوا بقى ناكل من شجرة الحياة الأول، مش هناكل من تحت، اقبلوا مني وصدقوني علشان تاكلوا وتشبعوا. وبعد كده في رؤية 2 جميل جدا، لأنه بياخدنا لديمنشن تاني في المن. من له أذن فليسمع ما يقول له الروح للكنائس، من يغلب فسأعطيه أن يأكل من المن، المن المخفى، وأعطيه حصاة بيضاء، وعلى الحصاة اسم جديد مكتوب لا يعرفه أحد غير الذي يأخذ. وكأن بين قوسين كده المسيح جه وأعلن أنه هو المن الحقيقي. وفي السماء في الرؤية في بعد مخفي للمن سيستعلن لنا عشان ننعم بالوجبة الكاملة أو الوليمة الكاملة، أو نقعد بقى نتعشى معه العشاء الأبدي. نجيب بالكو؟ فالمن ماشي معانا، كان من فعلي مباشر، وبعد كده من بيشاور للمسيح، وبعد كده في حاجة في الأبدية، حاجة مخفية، وكانوا برضو بيشاور على التابوت اللي فقد، اللي كان المن بيكون محطوط فيه. فالفكرة اللي اتكلمت عنها دينا فكرة الهيكل. الرؤية على الفكرة هي هو نص بيتكلم عن الهيكل بامتياز يعني. لما تحطوه جنب الهيكل هتلاقوه ماشي متصف جدا. نرجع تاني للنص بتاعنا. المسيح بدأ يحط بقى كلمة جديدة، بدأ الخبز نازل من السماء، بدأ يحط كلمة الحقيقي. ايه ده، هو اللي احنا كنا بناكله ده مش حقيقي؟ ازاي؟ احنا عارفين ان الشيء الحقيقي هو الملموس المحسوس. اكلني وهصدقك، مش هتأكلني مش هصدقك. المسيح بيقول اللي اكلتوه مش هو ده الحقيقي. هو مش بيقول ان هو مش حقيقه، هو مش حقيقي بمعنى مش جوهري. وعشان كده كلمه الخبز الحقيقي الاليثينون
من الكلمات اللي بتشاور على الحقيقة بالمفهوم اللي يوحنا شاور بيه على كلام المسيح. كلمة الحقيقة والنور والحق دي كلمات دايما بتستخدم بالتبادل عند يوحنا، لأن خبز الله، خبز الله احنا سمعناها قبل كده، خبز الله هو الذي أو النازل من السماء الواهب حياة للعالم. وهنا المسيح بيفتح أفق مش للشعب بني إسرائيل بس، ده للعالم. المن كان لمين؟ لشعب بني إسرائيل، بيعيش الناس يوم يوم بيومه، كل واحد بيأكل على قده في اليوم، ولو واحد خد أكتر من ده بينتن ويدود كل واحد. والمعجزة إن يوم السبت بياخدوا الضعف ومش بينتن وبيدود، دي المعجزة. يعني لو كان كل يوم بياخدوا، أقول لك مثلا بيولوجيا في حاجة بتخليه تنتن بعد 24 ساعة، فحتى العلماء اللي بيحاولوا يجدوا تفسيرات علمية اللي إيه هو المن بيقفوا عند دي. لا دي يعني حاجة 6 أيام في الأسبوع تدود بعد 24 ساعة، وفي اليوم السابع تدود بعد 48 ساعة، دي مش موجود. فيعني ننحني احتراما للمعجزة اللي احنا مش فاهمينها، ونمجد الله صاحب المعجزة اللي احنا مش فاهمينها. بعد كده هنلاقي اليهود بيقولوا له ايه بقى، سوري، يا سيد اعطنا في كل حين هذا الخبز. ايه ده حاجة هتعيش معانا وتهبنا حياة للأبد، حاجة كتيرة جدا. يعني فاكرين المقطوعة اللي قلناها مع بعض في البداية؟ هيو الفكرة عندهم خلاص احنا هنتغاضى على حتة من السماء ديت، ده فيها أكل على طول، أكل ممتد مفيش مشكلة، فنتغاضى عن السماء. المسيح بقى يعمل النقلة الكبيرة جدا، النقلة النوعية في النص. أنا هو خبز الحياة، من جاء إلي فلا يجوع، ومن يؤمن بي فلا يعطش أبدا. حطوا كلام المسيح دوت جنب كلام المسيح لنيقوديموس لما قال له ازاي الشيخ يتولد مره تانية، هيدخل بطن امه مره تانية ويتولد. فالمسيح على طول خده دايمنشن تاني خالص، اتكلم على الولاده بالروح، الولاده من فوق، هو مش فاهم هو بيتكلم في ايه. المسيح برضو اتنقل النقله بتاعه الاكل والشرب والشبع المباشر الى غير المباشر. هما ما كانواش قادرين يستوعبوا ده. واقول بس حاجه اتجرأ فيها لحد النهارده، احنا ده بيتحدانا. النصوص دي بالنسبة لنا نعتبرها نصوص مجازية، مجازا يعني، لا هي مش مجازا. لو انت مكتشف الجوع الحقيقي اللي جواك ودقت الشبع الحقيقي اللي بيقدمه المسيح، هتعرف ان في جوع فعلا وفي شبع فعلا حقيقي بيحصل، مش مجاز. انا هو خبز الحياة، من جاء الي فلا يجوع، ومن يؤمن بي فلا يعطش ابدا. ودي هتلاقي يوحنا بيأسس بيها ليوحنا 7 لما اتكلم عن العطش، زي ما كلمنا رفيق. لكني قلت لكم انكم قد رايتموني ولستم تؤمنون. بيشاور هنا انك واخدين بالكم مشكلتكم ايه؟ الايمان. عشان كده لما سالتوني نعمل ايه قلت لكم امنوا. ايمانكم مش مخليكم تشوفوا، مع انكم شايفين بصين، لهم اعين ولا تبصر. كل ما يعطيني الآب فإلي يقبل، ومن يقبل إلي لا أخرجه خارجا، لأني قد نزلت من السماء ليس لأعمل. خلوا بالكم كلمة أعمل برضو، أنا بقى بعمل. شوفوا شغل أنتوا بقى عايز بتدوروا، بقول لكم العمل بتاعكم الإيمان. أنا العمل بتاعي هو مشيئة أبي الذي أرسلني، وهذه مشيئة الآب الذي أرسلني، أن كل ما أعطاني لا أتلف منه شيئا بل أقيمه في اليوم الأخير. وبدأ ينقلهم بقى على اليوم الأخير مش هنا بس. لأن هذه هي مشيئة الآب الذي أرسلني، لأن كل من يرى الإبن ويؤمن به تكون له حياة أبدية، وأنا أقيمه في اليوم الأخير. هنا فهمنا كلمة يؤمن به تعني إيه؟ كل من يرى الإبن ويؤمن به يعني كل حياته تكون متسقة ومتناغمة وتطبيق حقيقي لما يقتنع به أو ما هو مؤمن به، ده الإيمان. وهي رحلة، هي مسار، مش لقطة، مش لحظة، مش لحظة. ليه مش لحظة؟ لأن طبيعي جدا أن أنا في مساحات في كياني محتاجة تتحرر، مقيدة. مش أول ما اقتنع بحاجة أو أشعر بحاجة أو أختبر حاجة أفتكر أن كل حاجة تحررت. لا، المسيح ماشي معانا في رحلة حريتنا، في رحلة استعادتنا، ودي بتاخد وقت. وكتير قوي هتلاقوا أباء كنيسة بيشاوروا على ده وبيصرخوا
يا جماعه ان الطبيعه البشريه تشفى ده شغل كتير وطويل من الله بالتآزر مع عمل الانسان. شغل شغل كل يوم. انت بتصلي كل يوم ليه؟ لما المسيح خلص الموضوع بتصلي كل يوم لان كل ما بيحصل منطقة بتؤثر او منطقة مش عايزة تتفك او منطقة محتاج تخترق بمساحات من النور جديدة عشان تطرد منها الظلمة وتكتشف منطقة ظلمة جديدة، منطقة قيد جديدة، وتطلب من ربنا مرة تانية فيشفي حتة تانية وتكشف في منطقة جديدة ما دخلتش فيها قبل كده. يقول يا خبر ابيض يا رب، لا ده مالكش دعوة، ده شغلي، شفائك شغلي، بس انت امن وامشي معايا الرحلة. واوعى تفتكر ان الحاجة بتيجي بسهولة بكلمة أو تصور أو خبرة أو شعور. الموضوع مش كده، لأن اللي أنت مدعو ليه أعظم مما تتخيل، فبالتالي الشفاء اللي أنت محتاجه أكبر مما تتصور. اتنقلوا بقى هنا إيه للتذمر. كان اليهود يتذمرون عليه لأنه قال أنا هو الخبز الذي نزل من السماء، وقالوا أليس هذا هو يوسف ابن يسوع ابن يوسف الذي نحن عارفون بأبيه وأمه، فكيف يقول هذا إني نزلت من السماء؟ وهنا يهوي الإنسان كالمعتاد بحرفية شديدة وباعتياد مألوف جدا إلى منطقة المألوف بالنسبة له والمنظور بالنسبة له وسلسلة الأنساب، وانت جاي مين ومين باباك ومامتك، وانت ايه مش انت اللي كنت أول امبارح بتعمل كذا، مش انت اللي كنت مش عارف واقف مع مين. الخيال يعيد إنتاج صورة ذهنية أرضية جدا للمسيح، فلا يستطيع أن يتحرر ليقبل الصورة الإلهية اللي هو بيحاول يرسم ملامحها في وعيهم وفي وجدانهم. خلي بالكم كلمة تذمروا دي من الكلمات المفتاحية في سفر الخروج. كل شوية كان الشعب يتذمر، وكأن يوحنا بيقول للناس اللي كتب لهم الإنجيل واخدين بالكم احنا ما تحركناش خطوة، احنا في مساحة التذمر من أول يوم حتى هذه اللحظة، بس كل مرة بنتذمر على حاجة جديدة حتى مش بنتشفي. كان الشفاء الأول المن، صدقتوا ان انا بحبكم وان انا قريب منكم، حلو قوي جميل قوي، عايزين من على طول. انت كده ما تشفتش، انت كده حفظت. لا تتذمروا فيما بينكم، لا يقدر احد ان يقبل الي ان لم يكتذبه الآب الذي ارسلني. ودي من الحاجات الصعبة جدا في العهد الجديد، يعني ايه ده؟ طب يعني البيضة ولا الفرخ؟ وانا اجي لك ولا الآب يكتذب؟ طب لو ما اكتذبنيش هروح فين؟ طب مين المدان؟ مين الملام؟ ما انت اللي ما اكتذبتنيش. اتصور ان المسيح هنا مش بيناقش القضيه من المنظور بتاعنا ده بتاع الاولويه. هو عايز يقول خلوا بالكوا اللي الاب جذبه فعلا وبدا يتعلم من الاب زي ما هيتكلم بعد شويه، وبدا ينور له مناطق في وعيه ويحرره من الصوره النمطيه والذهنيه اللي حصل لها سيت اب في دماغه من المجتمع والتقاليد الكتيره، الشخص ده يقدر يتعرف عليه. في ناس تانية الآب بيجذب فيهم، ما وصلش لسه التآذر ما بين نعمة الله والعمل الإنساني للحظة اللي عايزكم تحفظوا الكلمة دي، اللحظة الحرجة. اللحظة الحرجة هي اللحظة التي تتملك فيها نعمة الله على قلب الإنسان في أي دعوة أو أي كلمة بتكون شفائية وظاهرة وواضحة، بيكون في خضوع سهل ليها، لأني وصلت للكريتيكال مومنت ديت، للحظة الحرجة ديت. بس وراها تاريخ طويل من الصراع وحاضر ولا وازاي وارجع للمدراش ولاقي كذا، لا ده مش هينفع كده، وبعد كده اشوف معجزة فقلبي يتحرك، ازاي المسيح ده رجل خاطي زي ما قال الأعمى، كيف اخطأ، ازاي احنا نعرف ان الله لا يسمع للخطاة، واخدين بالكم الصراع ده، لحد ما الانسان يعمل كده خلاص يا رب نور لي بس انا مش فاهم. تلاقي المسيح يعبر كما عبر على لاوي، يقول له يبص له يقول له اتبعني، يمشي وراه. المسيح ما اقنعوش بخطبه طويله وبعظه خارقه، كلمه تحمل قدره زي كلمته التي تحمل قدره بشكل مستمر. ايه الفرق؟ لاوي في اللحظه دي وصل للكريتيكال مومنت، للحظه الحرجه اللي كان مسلم فيها كل الدفاعات اللي بيحاول فيها يبني حصون علشان يؤمن منظوره هو الشخصي وحياته هو الشخصية المبنية على كل ما تعلمه بعيدا عن الحقيقة اللي هو بيختبرها في اللحظة الحالية. لا يقدر أحد أن يقبل إلي إن لم يكتذبه الآب الذي أرسلني. في ناس الآب جذبها
وصلوا للنقطة ديت، وفي ناس لسه بيكتذبوا، وفي ناس فاهمين ان هم في دايرة معرفة الله، هم مش في دايرة معرفة الله، ما اختبروش جذب الآب. طب دول مرفوضين وهالكين؟ لا لا لا، اقبلوا بس جذب الآب، خشوا في الدايرة التي يجذب فيها الآب. إنه مكتوب في الأنبياء: ويكون الجميع متعلمين من الله. وكأنه عايز يشاور ويقول ويأكد: أرجوكوا بلاش التعليم بتاع الناس اللي بيمنع إن أنتوا تعلموا من الله، لأن التعليم بتاع الناس بيخليك، أنا آسف، عارفين المثل بتاع التور اللي بيحطوا له عشان يعمل إيه؟ يفضل ماشي في سايكل معينة، ما يشوفش اليمين ولا الشمال، ما يشوفش 3 dimensions، يشوف 1 dimension. ساعات التعليم، ساعات تعليم، التعليم بقى بكل مفرداته الثقافية والدينية بيعمل كده. فالله يجي يكلمني: لا لا لا، ما مش أنا مش جايبة، وأنا عناية هي المطلق، هي الصحيح، وحضورك هو المتغير، هو النسبي. لكن لو التعليم سمح إن احنا نعمل كده، الله يخبط على الباب، يخبط على القلب، يخبط على الحياة، يخبط عليا من خلال كلمة عابرة، من خلال عظة، من خلال ترنيمة، من خلال لحن، من خلال وقوف في القداس، من خلال تسبحة صغيرة أنا بسبح فيها في قلبي، من خلال إنسان فقير، من إنسان خدمة. ببقى في مجالات مفتوحة لاستقبال نعمة الله طول ما أنا ذهني مش متأطر، مش في إطار. وجود إطار بيقفل ذهني، بيمنع استقبالي لهذه النعمة وهذه العطية، وبيمنع حركتي لجذب الآب. تاني، القضية مش جذب الآب بس، القضية إن أنا أخضع لجذب الآب. المغناطيس لازم يكون فيه مغناطيس وحديد. لو أنا حطيت بين الحديد والمغناطيس خشبة، اللي هو غبائي الشخصي، عنادي الشخصي، تعليم الشخصي، مفاهيم الشخصية، أماني الشخصي، حط الحاجات دي كلها، المغناطيس اللي فيه كل قوة المغناطة مش هيعمل ايه؟ مش هيجذب. طب هو المغناطيس فشل؟ لا، ما فشلش، انت حاطط حاجة بتخلي السايكل دي مش بتلف. ليس أن أحدا رأى الآب إلا الذي من الله، هذا قد رأى الآب. بيكلم بقى هو: أنا الوحيد اللي شفت الآب. الحق الحق أقول لكم، من يؤمن بي فله حياة أبدية. ويرجع تاني يقول: أنا هو خبز الحياة. دي مش جملة عابرة تاخدوها كده وتقول هنعديها لك، لا، دي جملة محورية وهأكد عليها وأتحداكم بيها، وهقبل أن أنتوا تسيبوني بسببها. أباؤكم أكلوا المن في البرية وإيه؟ وماتوا. تشاهدين بالكم أن هم ماتوا، أنتوا عايزين المن عشان تاكلوه وتموتوا. احنا بنعيد نفس الإنتاج بتاع نفس التجربة بكل حذافيرها اللي بتقود لنفس النتائج. إيه البشرية العجيبة دي؟ بتكلم عن نفسي، مش بتكلم عن حد تاني. أنا عجيب في غبائي الشخصي، كل مرة لما أنا بطلب حاجة بتقودني للموت ومعتقد أنها آية. أنا عايز الآية الجوهرية، هو الخبز الجوهري. هذا هو الخبز النازل من السماء لكي يأكل منه الإنسان ولا يموت. زي لا يجوع لا يموت، زي لا يعطش لا يموت. أنا هو الخبز الحي الذي نزل من السماء. هنا بقى ده بقى الشغل التفسيري بتاع المسيح. طول عمركم بتسألوا المن ده ليه؟ مش بس علشان تصدقوا ان انا بحبكم كالله الاب، لا، ده في بعد اخر في المن هيكتشف او هينكشف ليكم لما اجي، وهو خلي بالكم دي سمية، دي علامة لحاجة هتفهموها في ملء الزمان. انا خبز الحي الذي نزل من السماء، الذي نزل من السماء. ان اكل احد من هذا الخبز يحيا الى الابد، والخبز الذي اعطي، وينقل بقى نقلة تانية، يعني كله ضرب كده، كله ضرب، يعني كله في حتة عالية جدا جدا جدا. الخبز الذي أعطي هو جسدي. طب ما تاخدنا في الحتة الروحية وتسيبنا إحنا نقعد إن نحتار شوية في الحتة الروحية، واللي يمكن قصده مش قصده بتاع والجسدي. وجسدي هنا my flesh، flesh، تعرفين في كلمتين كبار في اليوناني بيعبروا عن الجسد، الساركس والسوما. دي ساركس اللي هو الفليش، flesh and blood. الخبز الذي أعطي هو لحمي، لحمي الذي أبذله من أجل حياة العالم، برضو من أجل حياة العالم، علشان يعيش العالم، لكي لا يجوع العالم. بعد كده إيه اللي حصل؟ انبسطوا طبعا جدا من الكلام ده. وصلوا هنا بقى: خاصم اليهود بعضهم بعضا قائلين،
كيف أقدر هذا أن يعطينا جزء؟ عارفين بقى الـ 118 اللي بتطلع هنا دي، والحاجب اللي بينتفخ، والمناخير بتشرئب، والعروق الإيمان اللي بتنفر، والغضب اللي بيبقى على وشك أنه هو يبقى يطلع نار من بقه. عارفين الحالة دي؟ كيف أقدر هذا أن يعطينا جزء؟ ده لا، ده مش ممكن أبدا يعني، بكل المقاييس بكل التفاسير. لا، غالبا اللي أكله لنا ده كان خدعة بعملها التلاميذ، ومش ممكن أن يعطينا. ده وصل لمراحل، تصل إلى حد، حطوا بنتوا كلمة مش أقدر أقولها. مسيح قال لهم إيه؟ طب ارجع بقى خطوتين. مش أنت تهتم بخلاص البشر، مش أنت عايز الناس تمشي وراك. لا لا، أنا أهتم بالحقيقة المخلصة، أنا أهتم بالحقيقة اللي تقود لتبعية صادقة. لا أهتم بخلاص بشر بعيد عن الحقيقة، لأني بضحك عليهم. إن لم تأكلوا جسد ابن الإنسان، يأكد مرة تانية الفليش، وتشربوا دمه، بيزود بقى يعني، قاعدين بنعلي، ليس لكم حياة فيكم. من يأكل جسدي ويشرب دمي فله حياة أبدية، وأنا أقيمه في اليوم الأخير، لأن جسدي مرة تانية بأكل حق، دمي مشرب حق. ده بيؤكد أن الكلمة مش عابرة، الكلام المتكرر بفم المسيح يقول ان الكلام مش عابر. انتبهوا انتبهوا، وكانوا قاعد يحط كده 100,000 علامة انتباه للكلام ده. من يأكل جسدي ويشرب دمي، في الاول كان بيقول يحيى، بعد كده يتكلم عن الثبات، يثبت فيا وانا فيه، وبعد كده يستخدم الكلمة السحرية كما. لو اعملوا سيرش كده على كلمة كما، كما، شوفوا النموذج المسيح دايما بيأسس عليه كلامه. كما أرسلني الآب الحي وأنا حي بمين؟ بالآب. فمن يأكلني هو يحيى بي، وأنا حي بالآب. فتبقى حياة الآب في مين؟ فيكم. كلام فيه تحديات كبيرة جدا جدا جدا. أنا مش عارف إحنا نفسنا هنا لو كنا موجودين يوميها كان يبقى موقفنا إيه. وما عندناش تصور. اللي يقول أكيد هنرفض ما نعرفش، اللي يقول أكيد هنقبل ما نعرفش، كل واحد ورحلته والكشف اللي هيكون وصله في رحلته. هذا هو الخبز الذي نزل من السماء، ليس كما أكل آباؤكم المن وماتوا، من يأكل هذا الخبز فإنه يحيى إلى الأبد. السؤال بقى اللطيف جدا اللي كل الناس بتسأله، طب نعمل إيه بقى؟ فكان السؤال الأولاني ماذا نعمل حتى نعمل، بعد ما خدتنا في الرحلة دي، وأنا المن وأنا الخبز الحقيقي وأنا اللي هشبعكم، ومفيش موت وفي حياة وفي ثبات، وجسدي ماي فليش ودمي وتأكد عليه، طب أعمل إيه؟ أعمل إيه؟ امشي الرحلة، آمن أول حاجة، نمرة اتنين صدق. أنا بس عايز أفرق هنا ما بين الإيمان بالمعنى الكبير والتصديقات، صدق في الحقائق ديت. تالت حاجة جرب جرب روح. وعلى فكرة ما أقدرش أفصل طبعا يوحنا 6 عن العشاء الأخير وهو بيأسس الإفخارستية، لأنه هو بيبني بقى على الكلام اللي قاله هنا في اللحظة دي، بينقل النقلة التانية، النقلة بقى اللي ما فيهاش زمن. خدوا بقى دلوقتي، مش الذي أنا أعطيه، خدوا دلوقتي كلوا جسدي اللي أنا قاعد قدامكم بيه. بسألها للتلاميذ بس يعني، وكانوا غالبا في حالة روحية تحتمل إن هم يصمتوا على الأقل ونشوف آخرها إيه. لكن الإصحاح ده محوري جدا، وهتلاقوا هو بياخدنا في سفر الخروج في الأزمات الأولى، وبيرجع يقول لنا المسيح بيتحدانا إزاي النهاردة بحقائق روحية. روحية مش معناها خيالية، روحية يعني أكثر حقيقية من الحقيقة المرئية والملموسة اللي هتاكل وتشرب منها وهتلمسها وتحسها وهتموت. أنا آسف، الشخص اللي بيتعمله معجزة مش بيموت. هو لعازر أعظم معجزة عملها المسيح، الناس كانت بتيجي تزور المسيح عشان تشوف العازر الذي أقامه، مش العازر نفسه مات. المعجزة حلوة، بس حلوة لأنها سيمية آية. وهتلاقوا كتير من الدراسات كمان بدأت من فترة يعني تشاور على إمتى الإنجيلين كانوا بيذكروا المعجزة، وإيه التعليم اللي قبلها وإيه التعليم اللي بعدها، وكأن في علامة بتقول بصوا هنا، بصوا هنا، دي بيعملها بمعجزة كبيرة جدا لافتة للانتباه بشكل تفتت قساوة القلب والذهن. طب هنبص هتقول ايه بقى؟ يبتدي يقول حاجات عظيمة جدا ومهمة جدا وخطيرة جدا. فما يعلم به بعد المعجزة هو تعليم
المسيح كان بيحاول يستدعي أعظم انتباه ممكن للحقيقة دي، منها خبز الحياة.